نمشيو ماش كرجي ولا العمران ذا هاللي الاسبيرونس رجعت شويه المورال بعد النكسات في البطوله اليوم تو ترجع تفتح صفحه البطوله ما عادش في رادس باش يكون مع العمران. هو اهم حاجه في الترجي الرياضي التونسي بعد الانتصار العريض على جولي با اللي ما صارش شكل التخميره ما صارتش اللي صارت بعد ماتش ديكي داها ولا شنو هي التخميره يعني كل التغني بك الانتصار وكانه انجاز كبير واحد ما صارتش معناتها فئة كبيرة من جماهير الترجي الرياضي التونسي تعاملت بصفة عادية مع الانتصار رغم اللي هو مهم ومهم جدا في بداية مشوار الترجي في رابطة الأبطال الإفريقية. لكن الحاجة اللي تقلق في الترجي الرياضي التونسي اللي الأداء والمردود مازال بعيد برشا على مستوى التطلعات متاع الجماهير الترجي الرياضي التونسي وعلى مستوى ما ينجم يقدمه الرصيد البشري الموجود في الترجي الرياضي التونسي والظروف الموجودة في الفريق من يعني الترجي نورمال مو يكون أداؤه خير. المشكلة تو تقريبا منذ عامين ما شفناش ماتش ريفيرونس في الترجي الرياضي التونسي مباراة مرجع. تقريبا الرصيد البشري موجود تتغير المدربين والأداء تقريبا ما يتغيرش يعني حتى رينا أنا ما المدرب هذا ما عندوش عصا سحرية باش يغير كل شيء من في جمعتين ولا ثلاثة لكن تقريبا نفس الأداء بتاع الترجي الرياضي التونسي بتاع كاردوزو نغير التكتير ما شفتش تبدل حاجة مش أفضل شوية ليه شو أنا المدرب هذا ساعة باش نحكم عليه لازم نسأل الملاعبية بالنسبة للرياكسيون بتاع الملاعبية على المدرب هذا مدرب عنده شخصية حتى في الانترينمون عنده لي كاليتي مدرب كفء على مستوى التدريب عنده شخصية منع الفيستير ما يدخل حتى واحد من أبار ستاف تاع لي زيترونجي معاه. المشكل هي نتصور إسلام في التواصل بين المدرب والملاعبية لأنه مدرب يتكلم باللغة الإنجليزية وإحنا نعرفوا الملاعب التونسي يزم يتكلموا بلهجة معينة وبأسلوب معين باش يقبل الفكرة وباش يتفاعل معك. هو برامو جاو تزيري المحلل الأداء يتكلم هو اللي يضري اللي أحمد بشكل. علاش الفكرة هذه الأهلي تخدم مترجم حياتها الكل مع كل فما مترجم فما مترجم أي فما شكون مترجم أي هو إيه مع في الأهلي فما مترجم أي في الترجي فما مترجم زيد فما شكون يقعد يترجم نحكي لك راه هو فما رياكسيون قديمة فما رياكسيون سامحني فما شكون هو حتى كيخرج عليني دوتوش وانا لا ذكر لا ما نحبش نذكر الاسم معناتها فهمت فما شكون نحكي معاه يحكي معاه باللغه قال وي سي بون معناتها واللي نعرفه السيد الشخص هذا ما يفهمش معناتها بالانجليزي معناتها فهمت وكانه اوكي سيبني برك وباقي ما فهموش الملاعب يعني راهي صحيح لا هو الكوميونيكاسيون ما بينه وبين الكوميونيكاسيون عنصر مهم جدا بين المدرب وبين الملاعب هذه حاجه اخرى انا في تقديري مدرب معناتها تحسه عنده شخصيه معناتها شخصيه قويه مدرب يفرض الديسبلين يفرض الاحترام حتى في الفيستير ما يخلي حتى حد يدخل ابار الصف نتاعو مانع الناس كلها باش يدخلوا وهذه حاجه مهمه جدا. انا الاسلام اللي يخوف هو شامبيونات نجم الاسبيرونس حتى ما تخرجش البطوله بالنسبه لي انا ماهيش كارثه اما المشكل في المشاركه في كاس العالم لا 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 ما تحكيش اسمعني خلينا نحكي الوضعية كنت حكيت عليها قبل ما نخلي البطوله لا احمد يا احمد ما نقللوش من قيمه البطوله يا مروان يا مروان حطيت يا احمد عاد شوي ما خلطوش لعبي خلينا مروان يقول في رايو يعطي في رايو ما خلطوش يا مروان يا مروان يا مروان يا البطوله سايبه كمان بن خليل انت حتى رايك انت احمد كان جات راي الترجي كما تحكي انت وديما يا مروان يقول راي وش عندك كيني خلي يقول لي حب ميسير شو ما خاطر متعدي ويش هكيك انا محكوش البطولة بتاعنا زيادة هكمل انا خاطر برشا عبيت تحكي لولوية خاطر الاسبيروس تحكي حرقك الحليب على الترجي ولا تدفع على الترجي كما تخش البطولة نحكي على تيتر في تونس خوي عنده اهمية عايش خوي شنو تقول من علاش انت كي تحكي ما تبداش تمشي براي الجمهور خلينا نكمل شي في الجمهور يا خكي مروان مروان شبيك قمعت وراش خلي يقول خلي يقول تعطيك خلي يكمل كمل ورجع عليه كما تحب دكتاتوري ولا مروان انا اللي نقصه يا مروان انك ما تخش البطوله حاجه عاديه مش اما عادية المهم يعني. المهم بالنسبه لفئه واسعه من جمهور الترجي الرياضي التونسي والراي العام والرياضي في تونس راهي مشاركه بتاع الاسبيرونس في كاس العالم راهو انت بتشارك في كاس العالم دون 5 موا اي كما قال إيه مش معناتها تشارك في كاس العالم كما قال حط البطوله لقب مهم اذا انت كذا كي ياخذوها عاديه اما كي ما ياخذوهاش تشوف الضغط انا شو نحب اقول ما نحبش تتحول المشاركه في مشاركه الترجي في كاس العالم الى كوشمار راك باش تلعب مع ايكيبي باش نعطيك اصبر باش نعطيك باش تلعب مع فرق راك تنجم تخسر سته معاها راك تنجم تخسر سبعه
راك تنجم تخسر حتى ثمانية. لا 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 نحكي في المطبخ ما فوتش ثمانية. لا انا متصور الترجي الذي توسي مش من الجمعيات اللي توسي تخسر بسكور. اما نحكي انا اللي نقصد يلزم الترجي الذي توسي تحضر روحها من توا بالشارك في كاس العالم بطريقه مشرفه ولائقه كما كانت تعمل طول عمرها. راهو بالمستوى الحالي دي ماشي ترجي راهي مسقط صعوبات كبيره حتى البطوله باش تحضر كاس العالم. يا زي احمد عايش خويا انا غلطوا في الاعداد. هي بون تفضل جاوب. خلي هو عادي يهز الميكرو يلعب وحديه. هي الهزائم الثقيله في التصفيات والمجموعات ما تهمش راي. هي توجع كي تبدا في النهائي. يا احمد راهو اي جمعيه تدخل تلعب بسنه بالسيزون كيما تحكي على الترجي الرياضي التونسي راهي عندها اربع القاب باش تلعب عليهم. كوب دو موند كلوب جاي هذاك بونوس باش نحكيو باش تمشي تهز كوب دو موند كلوب لسبيرونس. خلينا نحكيو واقع توا مي مش هذا ما تغيرتش الراي العام تقول البطوله ما حشتش فيها. انا ما قلتش ما بطوله حشتش. اليوم تمشي على كلمات العباد خاطر اليوم بكلمات العباد الترجي ولا يزام البطوله عن اهميه نتاع الشامبيونز ليغ هي الاولانيه. لا خويا كان جيت عاطي اهميه للشامبيونز ليغ راك مشيت لعبت بنكردين دوزيام ايكيب ما تلعبش بريمير ايكيب. هاولي كي تحب تحكي انت ما عندهاش اهميه البطوله كان جيت تخمم انت في الشامبيونز ليغ راهي الترجي ما مشيتش لعبت بريمير ايكيب. انا ما عندهاش اهميه بالنسبه لي معناتها اليوم عندها اهميه الشامبيونات عندهم 33 فوالا. تفضل اكمل احكي خويا على روحك. عندهم 33 بطوله اولويه اولويه الترجي القصوى هي تاخذ شامبيونز ليغ وتعمل مشرفه في كاس العالم. انت اذا ما زدتش بطوله ضامنها باش تكون الثانيه وتلعب شامبيونز ليغ الجاي. صحيح تاخذ شامبيونز ليغ وتعاود تلعب. اسمعني راك تغلطوا في الراي العام. باش نرجعلك يا مديم اسمع حددني مع عزوز محامي باش نرجعلك على 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 تو مختار طلع علاش حب محمد مكشر اربع ماتشات خاطر بعد اربع جورنيات عنده ليتوال في سوس. صحيح ما حكيتش على عمران احمد فالي مرسوم مش انا في تقديري باش تكون مباراه صعبه وصعبه جدا على الترجي الرياضي التونسي خاطر باش يلعب مع فريق قاعد يقدم في مستويات محترمه في البطوله الوطنيه. فريق يعرف يلعب كوره فريق حتى على المستوى التكتيكي فريق مهم جدا. زياده على ذلك يعني الترجي الرياضي التونسي باش يكون منقوص يعني من بعض الملاعبين المؤثرين وتو الناس باش تعرف قيمه مرياح سواء فئه كبيره من جمهور الترجي الرياضي التونسي والا في المنتخب الوطني لانه احنا ما نعرف قيمه الناس كان كي يبعدوا وألا يتعرضوا للإصابة. لأنه أنا في تقديري أهم لاعب في الترجي الرياضي التونسي بعد بليلي هو مرياح وغيابه باش يكون مؤثر ومؤثر جدا في الترجي وفي المنتخب. حاجة أخرى هيئة الترجي الرياضي التونسي باش تلقى روحها مجبرة على أنها تتوصل إلى اتفاق مع توغاي. باي. لازم توغاي يرجع يلعب باي. تدفع عليه العقوبة برشا ماتشوات مازالوا وطلب بنيس العياري حق رد على الكلام اللي قاله